كله عم بيسأل عن اشياء عنده اياه وبشوف اذا بعت فيه كلها. بس مش انه عنده اياه من جمعة الماضي او من جمعتين مثلا. ليك اتصالات شاف انطوان جمعة الماضي. عندي لبنة معزة. نعم. من سنة الماضي في لنا كلا سنة. نعم فيكي. قديه سنة كلا. فيكي بعد 5-6 أشهر. بس 6 أشهر. طيب يا عمي ليش عطلاني هم؟ لأن عندي كتير لبنة. بيعي منهم شوية. شاف بدي اسألك عندي كزبرة إلى من 2017 الرابع بتسوى؟ أنا بعطيكي 500 ليرة وجيبي بقى تسوى. عاملة كنت متلجي كمان ملوخية بمرق الصيف كله علي هون لهلأ يعني بيسوى أرجع استعملهم؟ قديش مرق؟ من أيلول الماضي. سلمي علي. يا عم بسوير لك كزبرة مفرزة من 2017 وفلافل من 1930. هلا 6 أشهر تقول لنا عم تفاوضوا. هلا 6 أشهر تقول لنا هلا 8 أشهر هلا 8 أشهر بلاقيكي بوتيل ديو.